السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الكرام، اسمي محمد ساجد ومرحبا بكم في الدرس الأول. بحمد الله تعالى لقد تمت المرحلة الأولى للقواعد الأساسية من اللغة الصينية، فسنبدأ الآن في المرحلة الثانية التي سندرس فيها الكتاب HSK1. فدعونا نتعرف على الكتاب قليلا. هذا الكتاب الأول والسهل لمعرفة اللغة الصينية. توجد فيها 15 درساً مشتملة على الحوارات والعبارات الشائعة المتداولة. من يريد التكلم باللغة الصينية فيجب أن يحفظ هذه الدروس جميعاً. فاسم هذا الكتاب HSK1. H معناه خان يو، خان يو أي الصينية. S شوي بينغ، شوي بينغ أي المستوى. كاو شير، كاو شير معناه الامتحان. ترتيب الدروس في هذا الكتاب أن هذا المقطع للدرس في جانب اليمين، وهذه كلمات جديدة توجد في الدرس، وهذه ترجمة الدرس باللغة الإنجليزية. هذا هو الترتيب، يوجد في جميع الدروس. أوكي؟ وفي نهاية الدرس توجد بعض قواعد اللغة الصينية، وقد درسنا الكثير من القواعد الحمد لله، فسوف أشرح القواعد الجديدة التي لم ندرس في المرحلة الأولى. تمام؟ هل فهمتم جيدا؟ أوكي. فالآن نبدأ في الدرس. عندما نلتقي أحدا فنقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوكي. لكن أهل الصين يقولون عند اللقاء ني هاو، هذا تحيتهم عند اللقاء. أوكي؟ ني هاو، ني هاو، السلام عليكم. وعليكم السلام، هذه بالإنجليزية هلو، هلو. نيو words، الكلمات الجديدة. ني معناه أنت، أنت. يو، هاو معناه good fine، أي بخير، خير جيد. المقطعة الثانية، انظروا، انظروا في الصورة، يسلمان على الشيخ بنين هاو، نين هاو أي السلام عليكم. فهذه كلمة نين تستخدم للأدب والاحترام، كما درسنا في المرحلة الأولى أن كلمة نين تستخدم لمن كان عمره أكثر من عمر القائل في المرحلة الأولى. أوكي؟ وفي جوابهما يرد الشيخ نيمن هاو، نيمن هاو. فهذا ترجمة المقطع. وبالإنجليزية فقط يقال هلو، هلو، يعني لا فرق للصغير والكبير. New words، نين معناه يو أي أنت، ونيمن يعني أنتم. أوكي، هذا للجمع. وكم توجد الضمائر باللغة الصينية؟ نحن قد درسنا في المرحلة الأولى. المقطعة الثالثة، توي بو تشي، توي بو تشي. هذه الكلمة توي، بعضنا تقرأونه دوي يعني بالدال، دوي. هذا ليس دال، دال دوي هذا خطأ، بل مثل تا، ألف با تا، توي. أوكي، توي بو تشي، توي بو تشي معناه المعذرة، سامحني، المعذرة، عفوا. أوكي، و مي كوان شي، مي كوان شي، هذه كلمة شي في بعض المناطق تقرأ مثل سين أي كوان سي، مي كوان سي، وفي بعض المناطق مثل شين، ماي كوان شي. أوكي، وبالإنجليزية I'm sorry that's okay. New words، توي بو تشي معناه المعذرة، ماي كوان شي معناه لا بأس. أوكي، انتهى الدرس. لكن الآن عليكم أن تمارسوا حسب المرحلة الأولى، يعني بينين كيف يتكون، وفيه نهايات والبدايات ونغمات، ف
فخاصة علينا أن نراعي النغمات. الآن ندرس في القواعد. أوكي، هذه بدايات والنهايات، يعني initial وفاينل، قد درسناهما في المحاضرة الرابعة بالمرحلة الأولى. من شاهد فجيد، ومن لم يشاهد بعد فليراجع إلى المحاضرة الرابعة والخامسة. وهذه النغمات قد درسناها أيضا، فلا داعي للتكرار ها هنا. وهذه ممارسة النغمات، عليكم أن تمارسوا جيدا. وهذه ترتيب، يعني كيف يتكون البينين، initial final والنغمات، وهذه ثلاثة أشياء قد درسناها من قبل جيدا مفصلا. وإن شاء الله سأضع الروابط هذه المحاضرات في الوصف، من يريد فليراجع. وهذه الكلمات الجديدة، من يمكنه الحفظ فليحفظ، هذا أحسن، وإلا فلا بأس. الأهم هو فهم النغمات، هذه ممارسة النغمات فقط. وهذه القاعدة، عندما تجتمع النغمة الثالثة بين كلمتين فماذا سيحدث؟ قد درسنا هذا القاعدة جيدا، فهذا القاعدة توجد في المحاضرة الخامسة، لأجل ذلك الآن لا نتكرر. وهذه بعض الجمل تستخدم كثيرا، مثلا أول الكلمة شان ك، أي بدأ الفصل، شان ك بدأ الدرس، ك درس، class begins. ثانية شيا ك أي انتهى الدرس، class is over. ثالثة شيان زاي، شيان زاي معناه الآن، شيو شي استراحة، يعني الآن وقت الاستراحة. والرابع كان خي بان، كان معناه انظر، النظر، كان انظر، خي بان، خي بان في الإنجليزية look at the blackboard، blackboard whiteboard كما نستخدم في المدارس. اوكي، كان خيبان. والخامسة كان و تو، كان معناه معي، تو اقرأ، كان و تو اقرأ معي. الحمد لله انتهى الدرس، وهذه الرموز إن شاء الله سندرسها في المرحلة الآتية إن شاء الله تعالى. الرجاء منكم أن تفهموا هذا الدرس جيدا، وعليكم أن تمارسوها كثيرا. جزاكم الله خير، ولا تنسوني في دعائكم الصالح. سنلتقي في الدرس الآتي، رافقتكم السلامة.